بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. نظم أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله، وطالب الأهالي بوقف معاناة الأسرى الإداريين الذين يدخلون يومهم السادس في الإضراب عن الطعام، كما وطالبوا بوقف سياسة الإهمال الطبي. أن نقف إلى جانب هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام، إلى جانب إخواننا النواب أيضا المختطفين والمضربين عن الطعام، لنقول للعالم كله وللبرلمانات الدولية وللمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي كي تؤمن الإفراج عنهم، وخاصة المعتقلين الإداريين الذين لا توجد أيضا أصلا تهمة بسببها تحت جزم قوات الاحتلال الإسرائيلي. اجتمعت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك اليوم في رام الله، وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها. وقال رئيس مجلس الإدارة طارق العقاد إن الشركة تحرص على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الحالي، خاصة بعد إدراج أبيك في بورصة فلسطين. الهدف هو اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي طبقا للقوانين وتبعا للقوانين في فلسطين، انه على اساس للمساهمين فرصة انه يطلعوا على نشاط الشركة ويعلقوا وياخذوا قرارات اللازمة لمصلحة الشركة. تم مناقشة عملية توزيع ارباح على شكل اسهم، واخذنا الموافقة وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. بدأت إسرائيل بتنفيذ عقوباتها ضد السلطة رداً على المصالحة الفلسطينية، وذلك من خلال اقتطاع جزء من عائدات الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 600 مليون شيكل، وسيتم تحويل المبلغ لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية القطرية. وإلى الداخل الفلسطيني، اعتدى عدد من اليهود على كنيسة تقع على شاطئ بحيرة طبرية وحطموا الصليب وخربوا المقاعد في الكنيسة، وقام يهودي بتسليم أحد الأساقفة في مدينة الناصرة داخل أراضي 48 رسالة كتب فيها عبارات نابية عن المسيحيين. والآن مشاهدينا مع لمحة بسيطة عن حالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. أما يوم غد الأربعاء فلا يطرأ أي تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود أيضاً 4 درجات مئوية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني وطن.tv، وإلى اللقاء.